ده بيصلي زينا بالظبط يا عمو. ويعني ايه هو اللي هيغير الصلاة ولو بعد 2000 سنة يا بني آدم؟ حرمنا سايتو. ميرسي. اتفضل يا سيدي. سايتو، ايه موضوع كبسولات التيس المصب اللي معاك دي؟ بصراحة الموضوع ده شغلني شوية. انا هحكي لك. من كام سنة كان في كليب شهير عجي فيست ويتيوب. ده اللي هو ايه؟ ما قلتلكش. اصل كمان كام سنة جوجل وفيسبوك وتويتر ويوتيوب هيبقوا شركة واحدة. المهم الكليب ده كان هو نقطة التحول. محدش عارف ايه اللي حصل. البترول اللي في شبه الجزيرة العربية اختفى، واخر واحد حفر يدور في مكان جديد طلع بس بنص كوباية، ودي كانت نهاية البترول في المنطقة دي. بعدها حصلت هجرة جماعية لمصر. ما تلاقيش مثالها ست كل عصر، عشة جنب نيلها تسوى 1000 قصر. ولما أهل المنطقة استقروا في مصر ابتدوا يشغلوا الفلوس اللي معاهم في بيزنس الأكل، تحديدا التيس المضبي والتيس المندي، ونجح الأكل على حساب الأكلة الشعبية اللي كانت مشهورة أيامكم، التعمية. هلا بالطيب الغالي عزيز وشوفتك منوه. غريبة قوي، أمال البترول اللي كان هناك ده كله راح فين؟ طلع في سوريا. راحوا السوريين لموا نفسهم وخدوا معاهم كل أسياخ الشاورما ورجعوا بلدهم وعايشين حياة سعيدة. يعني الشاورما اختفت من مصر؟ لا، موجودة، قليل قوي ونادر جدا. يعني السعر السندويتش ممكن يوصل 50-18 جنيه. يعني ايه الرقم ده يا عمو؟ معلش نسيت اقول لكم، اصل عملة الجنيه بتاعتكم دي اختفت، والعملة اللي بنستخدمها دلوقتي اسمها 18 جنيه. يعني 18 جنيه غلبت الكرنيه. بالظبط كده. يا المكنة دي بتاعت ايه يا اخو؟ مالكش فيه، عندك سنة بلتينا المقاس ده ولا هتقيفها لي بالمكنة قديمة؟ طيب ريح انت ثانية. قولك يا معلم، الواد ده شكله دبش شقالة. نهار اسود، طب الاغي ازاي ده؟ سيبهولي. بقول لك ايه يا عمهم؟ عمهم انا؟ ايوه، انا عندي طلبه، هبعت الواد المخزن يفكه من مكنه اتاري جيمي قديمه، بس المشوار ده هياخد له ساعتين. تحب تستنى ولا تسيب لنا المكنه وتبقى ترجع تاخدها؟ لا، المكنه دي مسؤوليه مستحيل اسيبها. انا قلت كده برضه. طب خلاص اتفضل استريح، بس انجزني اوام يا معلم لاني مرتبط بمواعيد. قول يا رب ريح فقراتك. رايح فين يا معلم؟ هجيب لك طلبك بنفسي حبيبي يا معلم. وانت بقى بتقبض مرتب كام 18 جنيه في الشهر؟ مفيش حاجه اسمها مرتبات، الشعب كله بيشتغل بكشف الانتاج، على قد اللي عملته بتاخد فلوسك. لا مؤاخذه في السؤال، يعني هي الناس كلها في زمانكو صوتها مكهرب زيك كده؟ دي حاجة بسيطة، دي الأعراض الجانبية للشريحة الذكية. الطفل لما بيتولد بيتزرع جواه شريحة ذكية فيها كل بياناته وبتسجل كل حاجة بيعملها، وبقت الشرايح كلها في شبكة واحدة. شبكة واحدة؟ يعني الناس كلها عارفة أي حاجة بيعملها أي حد تاني؟ ده إيه الفضايح دي؟ بالعكس، دي حاجة قضت على الجريمة، كل واحد بيفكر 1000 مرة قبل ما يعمل حاجة غلط. البلد كلها متشافة ومتسجل اللي بيعملوه، وده بفضل اختراع العالم العظيم علي عبد الرحيم علي محمد علي الشهير بعلي تسريبات. يعني معرفناش برضو انت دخلك كام والأسعار بقت ازاي؟ يعني جرنان الأهرام مثلا بقى بكام 18 جنيه؟